أنا اسمي فطومة من الريف الجنوبي. احنا نزحنا 4 مرات توصلنا هالمكان وقعدنا به، واحنا لو كان مو السلة منين نعيش؟ سكرون باب الهواء، منين تجي للسلة؟ منين نعيش؟ هالأطفال هالنسوان هالعالم دخيلك يا الله، مو هيك لا تسكرون باب الهواء. أنا أسلوب ناتحة من الريف المعرق شرقي، باركين بمخيم الأمل بالله، وأمنا بالله ومن هال يعني سكر هالمعبر، نحن أمنا بالله بسلة هالغذائي وانقطعت عنا كمان يعني من ما نجيب، باركين هني بأرض حمراء لا في ولا علينا وما حدا يجيب لنا ولا حدا، وعنا هالوليدات وعنا هالهاي، وين ما نروي إذا سكر المعبر وانقطعت عنا سلة هالغذائي، والله بيقتلنا الجوع وين ما نروح.